بره الشر. انت بالذات ما تفتحش بقك يا عالم، الحقوني، مصيبه وحطت عليا. انا مش فاهم قصدها ايه وليه اللابط دي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. انت اخو عمرو مش كده؟ هو كده. انت عارفني؟ اه طبعا، ألفة اخت عصام. صح، ما انت كويس اهو. انا يعني كنت فاكرك مش واخد بالك. لا ازاي بقى؟ الحقيقه يعني انا استغربت لما لقيتك قاعد هنا لوحدك، اصل قليل يعني لما بلاقيك في النادي، وقليل لما بتقعد هنا. انت مش غاوي خير زي اخوك مش كده؟ الحقيقه انا عندي هوايات مختلفه خالص. واضح. قصدك ايه؟ لا يعني مش قصدي حاجه، يعني الاختلاف ما بينكو باين. يعني هو انت اتضايقت ليه طيب؟ مش عارف. بس انا بقى عارفه. عارفه ايه؟ شعور الابن الصغير اللي الكل كده بيقعدوا يقارنوه باخو الكبير. انا كل ما اعمل حاجه يقعدوا يقولوا لي اخوك يا عصام لو كان مكانك كان زمانه عمل وعمل وعمل وعمل، وابقى عامله اللي عليا وزياده كمان، وبرضه محدش حاسس خالص. ده ايه الفلسفه دي كلها؟ ولا فلسفه ولا حاجه، اصل محسوبتك كده زي حالتك، ناقص يركبوا لها شنب ويقولوا لها يا عصام. عشان كده بقى. يلا بقى احكي لي عن نفسك شويه. شوف يا ستي، بنتك سرقتني يا معلم ماي، بنتك سرقتني يا ابن الاصول يا كبير الحته. بقى انا افتح لها بيت هي وامها، يقوموا يستغفلوني ويسرقوني. ما تقوليش كده يا ستي، يا ستي العيب من ماما ما يصحش. يعني ده جزتنا؟ البنت وامها بقالهم شهر مقطعين نفسهم في خدمتك، اخرة المتامه تسرقيهم؟ عيب ما يصحش كده يا ستي. عيب؟ العيب مش عليا انا يا كبير الحته، العيب على مده ايديها ساعه بخطتي وسرقت سيختي من غير لا ادب ولا خشب. سيختك وانت حيلتك صيغه يا وليه. والله العظيم ما اخدت حاجه ولا وقفت ناحيه اي حاجه. معقوله يا ناس انا بديتي بسرق؟ معقوله؟ امال ايه اللي معقوله يا اختي؟ يعني العقد زهق من رقدته تحت المخده قام خد بعضه وطار من نفسه؟ لا انا ما نستحملوش على بنتي كل اللي هنا دي. ايه يا ناس، هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ لا اوعوا تفتكروني غلبانه ولا وحدانيه، لا ده انا على عليكم بلط. اهدوا بس يا جماعه، اهدي يا ست استر، اهدي. احكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. ما انا يا اخويا اهو على يدكم رقده بقالي شهر يا ولدان، ومن يوم ما رقدت يا اخويا خدت العقد المسك بتاع امي ثروه امي وحطيتها في علبه تحت المخده، وكل يوم كل يوم بطمن عليه بطمن عليه. النهارده فجاه قمت فايقه قلت خلاص ما بدهاش بقى، كفاياك يا بنت راقده. ام ايه؟ لقيت البنت المفحوصه ام ايدين طويله تقول لي ايه؟ انا اضاف لك القضه يا خالتي. وبعدين بقى؟ بقى لها عليا القضه كانت محتاجه تتهوى وتتشمت وتتنضف. يا اختي ما كدبتيش خبر ونظفتها كلها. لا انا بقينا هنرتكبوا جنايه النهارده. مش كفايه جنايه السرقه اللي بنتك عملتها؟ اهدى يا ست استر وكملي الحكايه عشان خاطري. انت مين انت؟ ولو اني ما اعرفكش. انما ماشي، بعد يا اخويا ما نظفت الاوضه الفار لعب في عبي، رحت اطمن على العلب ما لقيتهاش، لقيتها فاضيه. والله العظيم ما لمسته، انا لقيت علبه وانا بنظف، غيرت الملايات وكيس المخدات ورجعتها مكانها من غير ما اعرف اذا كانت فاضيه ولا مليانه. والله العظيم ده اللي حصل، والله العظيم. صدق يا ست فاطمه، ده انت بنت اصول وعينك مليانه. طبعا هتقول ايه؟ ما فسح شويه، ما كان المربطون بتاع المعلم. اه ما هي بنت سيدك اللي بياكلك لقمه العيش. طب اخنقها ولا نط في كرشها يا معلم؟ يا ده انا نط في كرشك، الحقوني، عاوزين يموتوني، يموتوني ويسرقوني، يموتوني ويسرقوني. يا بوليس الحقني يا بوليس. اهدي بس يا ست استر، اهدي عشان خاطري. بقول لك ايه؟ انت مش بتقولي انك انت من ساعه ما اكتشفت ان العقد اتسرق هي ما خرجتش من الشقه؟ اه. طب ايه رايك نجيب واحده من جيرانكو وتخش انت وهي الاوضه تفتشوها؟ لا انا ما حدش فتش بنتي ابدا. معلش يا معلم، عشان قلبها يطمن حقها برضه. يا سيدي على فقر اهلك جبت التايه يا اخويا، مش جايز ادة العقد لابوها ولا ادته للمرمطون ده. انا ايش عرفني؟ لا ده شيء زاد عن حده، انا مش هنسكت على الحكايه دي ابدا. ولا انا،
ايوه ولا انا مش حاسبكم يا روحي نوحي على العقد اللي راح نوحي يا حبسه قهرك يا اختي. انت بتهددينا؟ ايوه بهددكم، هوديكم في دهني يا حراميه. ما تقوليش حراميه. حراميه مش انت الحراميه، سمعتوا يا اختي؟ الو يا بوليس النجده الحقوني. على فكره فؤاد كل حاجه ماشيه زي ما طلبت بالظبط، مبررات غيابه الطويل اترتبت، قدمنا طلب في اداره البعثات باسم عمرو محمد طلبه، وان شاء الله هيوصلوا ترشيح لبعثه دراسات عليا في موسكو قبل ما يخرج من المستشفى. عظيم. جهزت موقع التدريب؟ متقلقش، المرحله دي حساسه جدا جدا يا حسن، لازم عمرو يتخلص من شخصيته تماما، ينسلخ منها ويتقمص شخصيه موسى. لازم سيدي على بركه الله. على فكره ده تقرير المراقبة من اسكندرية. تقرير يا سيدي. ايه ده؟ ايه في ايه؟ موضوع خطير يا حسن، الموضوع اتعقد قبل ما ابتدي. مبروك يا عروس، ما حدش قال اخيرا هتتقري فتحتك على حبيب القلب. لا وايه؟ هتلبسي الدبل كمان. شوفي النصيب يا عزم، ابقى انا مخطوبه قبلك وانت تلبسي الدبل قبلك. لا يا ستي مش هلبسها قبلك، انت اللي هتلبسيها قبلي. ودي تيجي ازاي بقى؟ ولو اننا كنا هنعملها لك مفاجاه، لكن هقول لك بقى وامري الى الله. بصي يا ستي، عمرو كان ناوي يحتفل بالبعثه بتاعته ويلبسك الدبل قدام الكل قبلي انا وحسام كمان. بجد يا عزه؟ وانا برضو كان يهون عليا. ربنا يخليك لي يا رب. طب ما تخلي بقى شويه الحنيه دول لغايه ما عمرو يطلع من المستشفى، اهو طالع بعد بكره. يلا بينا. بس مازال عزه تسمحي لي بكلمتين كده؟ خير. هما كلمتين صغيرين هقولهم لك بس في المحل. نعم. معقولة جبت فرد عندي بالنهار في المطعم؟ الحقيقة أنا كان عندي شغل قريب من هنا، قلت أجي أشرب عندك حاجة. أهلا أهلا، اتفضلي. دي مفاجأة جميلة. طبعا بخصوص المفاجأة الجميلة دي، مشروبك النهاردة على حسابي. ميرسي رولا، أنا ما بحبش أشرب حاجة على حساب حد. معقولة كبرت؟ معقولة رولا، عموما أنا مش محتاجة المشروب. أمال محتاجة إيه؟ معلومات. أنا أسفة، كان قصدي سارة. استنيني في العربية جيفرت فيرد. استنيني في العربية قلتلك. البنت دي مش سهلة خالص، خلي بالك منها. رولا يا ريت تخلي أموري الشخصية ليا أنا وتجاوبيني على سؤالي. أمري؟ مين ورا الإشاعة الحقيرة دي؟ طيب أفهم إيه الحكمة من أن أنا أخرج فجأة النهاردة وكل الناس عارفة أن أنا هخرج بعد بكرة؟ أنا مش عايزك تخرج من هنا بزفة وحواليك قرايبك وأصحابك وجيرانك. أنا عايز العين تبعد عنك بقدر الإمكان في المرحلة دي. بعدين يا أخي فرصة تعمل لهم مفاجأة في البيت. هو أنا هقعد معاهم قد إيه تقريبا؟ يومين بس؟ ده ما يلحقوش حتى سلم. الوقت بيجري بسرعة يا عمرو، وأنت قدامك تدريبات كتيرة قوي، في حاجات كتير لازم تتعلمها وحاجات أكتر لازم تنساها. أنساها؟ زي إيه؟ حاجات مرتبطة بشخصيتك. أنت المفروض هتبقى يهودي، يعني أي لمحة من شخصيتك الحقيقية تبان من غير ما تاخد بالك تفسد العملية كلها. صعب. مفيش حاجة صعبة مع التدريب المستمر. أحلى حاجة في عقل البني آدم إنه يقدر يتكيف على أي تغيير لو عنده الرغبة والإرادة لكده. طب فؤاد بيه، ممكن أطلب من سيادتك خدمة؟ طبعًا يا عم. ممكن والدي ما يعرفش حاجة عن المهمة دي، مش عايزه يتعذب وانا مسافر. اكيد. وانا جاهز. على بركة الله. يلا بينا. طب ممكن اسأل سيادتك سؤال كمان؟ اسأل يا عمر. لما هختلط مع اليهود واتعامل معهم، هتعامل معهم زي ما بتعامل مع المصريين ولا ازاي؟ بجزم والله زي ما بقول لكم كده، انا بصمت البلكونه ولقيت عزه ماسكه متولي وبالجزمه عماله تضرب فيه وهو عمال يصرخ زي الستات والحته كلها ملومه عليه. صراحه بقى انا ما كنتش اتصور ان عزه تعمل كده. ما هو زودها قوي، قال ايه، يا اما تدخل تتكلم معاه في المحل لوحدها، يا اما الصبي الجعر بتاعه يتبلى عليها ويقول انه شافها في جنينه الاسماك مع واحد. يا اختي قطع لسانه من لغلوبه،
معقولة؟ معقولة عزة اصبر عليها وش الحاجات دي؟ ما تسيبونا بقى من السيرة دي. الحقيقة الجدع ده زودها قوي. الأول ما كانش يستجري يقعد على كرسي وسيادة اللواء معدي. عندك حق يا أستاذ شاهين. الراجل ده لازم يتأدب ويتربى عشان يحترم نفسه بعد كده. معلوم. أنا أول ما يرجع عمرو إن شاء الله. وليه عمرو؟ أمال أنا رحت فين؟ خالد استنى يا خالد. خالد ادخل جوه. يا بابا الراجل ده أنا ما اترباش بعد كده. قلتلك ادخل جوه. يا سلام، راجل ولا كل الرجالة؟ ايه ده؟ مين اللي هيجينا في الساعة دي؟ كل ما تطول قعدته معاهم هيبقى الفراق اصعب لحسن. وبعدين موضوع الدبل ده هيحسم اي تردد جواه، وهيعوده ان خططه الاجتماعيه والعاطفيه هتصطدم قدام واجبه في اي لحظه من اللحظات. عشان كده انا عايزه ياخد قراره بحزم. لا، ما هو لازم ياخد قراره بحزم وبحسم، والا العمليه تفشل. عمرو هيواجه خطر رهيب اول ما يحط رجله جوه المجتمع الاسرائيلي. لو هيتردد او هيفكر انه يتراجع، انا افضل انه يتراجع هنا مش هناك. الله، خبرها يا فؤاد، انت مش واثق في قراره ولا ايه؟ يعني بعد التطورات الاخيره دي انا فضلت ابعده عن بيته واهله في اسرع وقت ممكن. لا، اسرع من كده ما اعتقدش ان فيه. يعني ده الراجل هيخرج النهارده، هيقعد مع عيلته الوقت القليل ده ويسيبهم ويغيب. الله اعلم، الله اعلم هيغيب عنهم قد ايه. يا سلام، ده ايه النبره اللي بتتكلم بيها دي؟ قول لي ايه بقى التطورات اللي خليتك تتسرب بالسرعه دي؟ خليها الوقت. معقول يا عمرو؟ معقول هتسافر السبت على طول كده؟ للاسف يا مها، ميعاد البعثه السبت ولازم الفجر اكون في المطار. دي فرصه مش هقدر اضيعها. كتر خيره فؤاد بيه يا بابا، هو اللي خلصها لي بسرعه. تقريبا اول واحد في دفعتي تجيله بعثه، في العادي بتاخد سنه. طب يا ابني، بس مش كنت تقول لنا؟ كنا عملنا حسابنا. على الاقل انا كنت عملت لك الاكل اللي انت بتحبها، واعمل لك شويه كحك ومنين تاخدهم معاك. كحك ايه بس يا كريمه؟ هو رايح في صحراء، ده رايح روسي وممنوع ياخد معاه اكل؟ معقوله؟ هياكل ايه ده؟ ياكل ايه وهي روسيا ما فيهاش اكل؟ هتوحشنا يا عمرو. هي البعثه دي قد ايه؟ يعني هتكون قد ايه؟ 45 يوم زي الجيش. لا لا لا، اكيد اكتر، مش اقل من سنه. بالظبط. سنه بحالها؟ عشان كده كنت عايز اطلب من حضرتك حاجه يا ام شاهين. امرني يا ابني. كنت عايز البس مها الدبله الليله دي قبل ما اسافر. معقوله الليله دي؟ سكيتي كده؟ سكيتي ليه؟ ام العروسه تسمعنا زغروطه. العالم دي مش هتجيبها لبره يا هلا. اطلع تربعها لك على دماغهم ولا ايه يا معلمي؟ تتربعها على دماغ مين يا هلا؟ انت فاكرها خناقه في حاره؟ ده احنا هنا في العباسيه والاسم على الناصيه، وده لواء مش مسحراتي. زمان ده زمان، لواء جيش سابقا. ولو برضه لواء، ده انا ما كنتش اقدر اقعد وهو معدي قدامي قبل ما يحصل اللي حصل. احنا هنسكت لهم ولا ايه يا معلم؟ ابدا، انا مش هسكت ابدا. بس احنا هنا مش هنضربهم بايدينا. امال بيه يا معلمي؟ هنضربهم بده. يا عيني. مرشح جاك جنرال مجرد طالب في المرحله الثانويه، والده كان ضابط جيش سابق، خرج بعد حرب الايام السته. يعني كل اللي ممكن يوصل له مجرد معلومات سمعيه، وده مش كافي لاعتباره مصدر اساسي جنرال. مؤقت يا جاك، مؤقت. كل حاجه في مصر دلوقتي مؤقته. الشعب مكسور بالهزيمه، والقياده متخبطه بين صراعات داخليه ومشاكل خارجيه. محدش فاضل حد.
دلوقتي انسب وقت علشان نضرب فيه ضربتنا ونحط ايدنا على اللي ينفعنا في المستقبل. بعد كده هيهدوا هيفكروا ويتنظموا، الصغير هيكبر ويمكن الكبير يصغر. فهمتني يا زاك؟ في الحقيقة لا جنرال. بكرة تفهم. المهم بلغ جاك ان اختياره مقبول مبدئيا ومستنيين التحريات اللازمة فورا. في حد يبقى سرحان كده يوم خطوبته؟ هتوحشيني قوي يا ماما. في ايه بس؟ في انك هتوحشيني. مش متخيل اني ابعد عنك كتير كده. في ايه بس يا عم؟ بيحب خطيبته هيسافر سنة ما يتأثرش انها توحشه. لو الدنيا كلها ما فهمتكش انا مش ممكن اغلط فيك. الناس كلها بتسمعك بودنها، انا بسمعك بقلبي وبروحي وبإحساسي. بس يا عمر حبيبتي مفيش حاجة، انت علقتي ولا ايه؟ تعالوا نقعد معاهم. يلا والله توحشوني يا جماعة جدا. انا مش قادر اصدق ان انا هقدر استحمل سنة بحالها ما اشوفكش. طب ما تبقى تزوغ منهم وتيجي تطل علينا كل شوية. حلو يزوغ منهم دي، ابقى نط من فوق سور المدرسة. ربنا يوفقك يا ابني، ما تنساش يا عمر أنا عايز دايما أبقى فخور بيك. كل اللي بعمله ده علشان تبقى فخور بيه. يا عم فؤاد انت نجل ليه؟ كل حاجة ماشية زي ما خططتها بالظبط. عمرو هيطلع على المطار دلوقتي وانت بقى لازم تستريح عشان تحصله، لازم تبقى يقص. ده رهي يا جماعة، ده لما روحت المعسكر في غزلافيا ما عملتوش كده. كنا عارفين ان انت هترجع على طول. او برضو حبيبتي انا مش هكون بعيد. وبعدين كل خميس وجمعة يا ستي بهاتي صورتي حطيها قدامك واعملها ملوخية. توحشنا قوي يا عمر. وانت كمان يا عزة خلي بالك من نفسك، حاول ما تكتب لنا عمر. كفاية يا جماعة عشان نلحق الطيار. احنا كلنا هنروح نوصله. كلكم ليه بقى يا حبيبتي؟ ما يا زفة ما ينفعش تيجوا كلكم، العربية يا دوبك تاخدنا مع الشنط. وبعدين هيبقى شكل ايه بقى وكلكم ايه معايا كده المطار؟ هيبقى شكلك زي القمر. عيش يا ابو عمرو. يلا يا عمرو هنتأخر يا ابني. ادعي لي يا ام عمرو. ربنا يا ابني يجعلك في كل خطوه سلام. قلبي وربي راضيين عنك ليوم الدين. لا اله الا الله محمد رسول الله. معقوله كنت هتمشي من غير ما تسلم عليا؟
طيب انا حستناك في العربية يا عم. وحشتيني من دلوقتي. عايزه اطمن عليك. طمني يا ماما. طمني. اوعى تكون مخبي عليا حاجه. اوعى يا عمر. خليها دايما معاك. لحد ما ترجع لي بالسلام. ده قلبي يا عمر. وده قلبك انت. يلا يا عمرو يا ابني. امال بابا عايز اطلب منك طلب وارجوك ما تقوليش لا. اطلب اي حاجه يا ابني انت عايزها. انا ما اقدرش اقول لك لا. ممكن ما تجيش معايا المطار توصل لي. يعني مش عايزني اوصلك في المطار؟ ما بستحملش لحظات الوداع انا يا بابا. طيب يا ابني زي ما تحب. خالد روح على التاكسي من قبلك. حاضر يا عم. خلي بالك من نفسك يا عمر وما تنساش اللي قلته لك ابدا. انا عايز افتخر بيك. التاكسي جاهز. عايز اسمع عنك خبر كويس يا خالد. طبعا. وحشني يا عم. محمد رسول الله. يلا يا ابني الطيارة هتفوتك. في حاجة
حاجات كتيرة لازم تنساها أول ما نوصل منطقة التدريب، وأولها اسمك، يعني دي آخر مرة هنديلك فيها باسم عمرو. لازم تتخلص من شخصيتك الحقيقية، تتقمص الشخصية اليهودية الجديدة، مش بعقلك بس، بعقلك وقلبك ووجدانك. لازم عقلك الباطن يتشبع بالشخصية الجديدة دي وتعيشها في كل دقيقة وكل لحظة. عمرو انت معايا؟ عمرو تفتكر نشوفهم تاني؟ مش ممكن، انا مش هقبل اقل من اعدام. دول سرقوا العود الالماس بتاع امي، لازم تعدموهم يا حضرة النيابة. اسكتي يا ست استر وسيبينا نشوف شغلنا. اسكت؟ اسكت يعني ايه؟ ده انا الضحية، هم يسكتوا انا لا. قلتلك اسكتي. خلاص سكتنا. يا معلم ماجد، لسه مصر انت وبنتك تطلع الانكار؟ انت عارف باش احنا ولاد اصول وعمرنا ما مدينا ايدنا على حاجه مش بتاعتنا. امال العود راح فين؟ طار لوحده كده؟ قلت لك اسكتي. اسكت وانا اتكلم. ساعتي باشا قومي ساعتك والبوليس، فتشتوا البيت والقهوه وما لقيتوش حاجه. ده مش دليل. يا سلام، تلاقيهم سربوهم لحد تاني. قلت لك اسكتي والا هتطرح بسك. تحبسني؟ اهو بقى اللي كان ناقص. ساعتي باشا، سعادتي باشا، انا عاوز اقول لسعادتك حاجه، احنا بنستنكر تماما ان فاطمه بنتك تكون مد ايدها وخدت العود. ما ينفعش يا معلم ماجد، لازم المباحث هي اللي تثبت كده. عموما انا مضطر احبس بنتك فاطمه اربع ايام على ذمه التحقيق. لعن يا بابا الحقني. يا سعادتي باشا تحبسها اربع ايام؟ مش ممكن سعادتي باشا، بنتك مش وشي بهدله. ده القانون يا معلم ماجد. طيب يا باشا، اذا كان امر كذلك يعني انا مستعد ادفع ثمن العود الامر لله وبنتي ما تتبهدلش. تدفع ايه؟ ثمن ايه؟ لا انت ولا بنتك ولا مراتك ولا الحاره بتاعتك تساوي ثمن العود الالماس. ليه؟ هو ثمن كام يعني؟ 5000 جنيه قطعيه واحده. بتقول ايه؟ كم؟ 5000 جنيه. محمد المتهم طالب يزن بدخول يا فندم. خليه يدخل. حاضر يا فندم. احمد عباسي المحامي حاضر مع المتهم. تحب تعرف وصلنا لفين؟ لا مفيش داعي يا فندم، للاتهام باطل من اساسه. بجد والنبي؟ باطل؟ الباطل قال. ازاي بقى؟ يا فندم، اولا الاتهام مجرد كلام مسترسل من امرأة طاعنة في السن. صح. اما العقد موضوع الاتهام فليس هناك اي دليل واحد على وجوده اصلا. حد شافه؟ حد لمسه؟ الله، طب ممكن يكون اتباع قبل كده، او ان شقيق المدعية اللي هاجر من سنين يكون خده معاه وهو مسافر للخارج. يعني انا كدابة؟ يا فندم، حضرتك اطالب باثبات وجود العقد اولا قبل اثبات سرقته، وما دام هناك شك في وجود العقد فهذا يعني ان هناك شك في صحه واقعه السرقه، ووفقا للقاعده القانونيه التي تؤكد ان الشك يؤول لصالح المتهم، فانني اطالب بالافراج عن موكلتي من سرايا النيابه فورا. ايه رايك في الكلام ده يا ست استر؟ ده كلام فارغ، كلام ما ابقى. انا معايا فاتوره بثمن العقد. يا فندم، وجود الفاتوره في حد ذاته لا يثبت اي امر يخص الواقع. اكتب عندك: يخلى سبيل المتهمة بضمان محل إقامتها وتحال الوقعة بكاملها للبحث الجنائي لعمل التحريات اللازمة وإفادتنا بالنتائج. يحيى العقد! يحيى العقد! والعقد! روح دوري شو مين خانه مني. ده إذا كان موجود من الأساس. طيب أنا هوديكوا اسم تاني. إني العقد يا رشيل. عقد إيه؟ ما تستعبطيش عليا. احنا قايلين قبل كده يا عيب ان احنا نكذب على بعض او نخدع بعض. يا اخويا انا لا شفت عقد ولا خدت عقد. امال مين اللي خده؟ فاطمه بنت المعلم ماجد. علي انا؟ على الكل يا حبيبي، وهم عارضينها على النيابه وهي بقى اللي تبقى تقرر. اسمعي بقى. اسمع انت، سيب شعري بدل ما اعمل لك فضيحه في الحته كلها. انا قلت لك انا ما خدتش عقد، يعني ما خدتش عقد. قدامك. مش قلنا ان نكذب على بعض ولا نخون بعض؟ بقولك ايه، هو انت فاكرني ما حسيتش بيك وانت بتفتش البيت حته حته؟ ده انت ما سالتنيش غير لما ما لقيتلوش اثر. تبقي غبيه يا رشيد، تبقي غبيه لو شلتيه مع حد تاني. ده نبقى غبيه ومجنونه كمان. شلتيه فين يا رشيد؟ ماشي يا رشيد، بس حبيبتي يعني الحاجات التقيلة دي ما بتتباعش. يوم ما تحبي تستفيدي من العقد مش هتلاقي غير أخوكي اللي تسلميله ده.
يمه